أنا اللي هو طيار محمد عواد الغزالي، دفعة 20 طيران. استكمالا للكلام عن دور ومكان الاستطلاع الجوي، وأنا بالذات يعني كنت نقيب طيار في هذا الوقت، رئيس فرع المعلومات القوات الجوية، اللي قال لي مرة المشير الجمسي رحمة الله عليه وهو بلدياتي وفي قرابة نسب بيني وبينه، بيقول لي يا ابني المكان اللي انت ماسكه ده في الدول المتقدمة بيمسكها لواء. فالمهم كنت انا استكملت بقى كل التأهيلات وكل الفرق وكل ما يلزم لكي أكون قائد طاقم استجواب القوات الجوية. طاقم استجواب تخصصي فني للقوات الجوية، وليس جمع معلومات أبشي يعني معلومات عامة، لا، معلومات تخصصية جدا 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 فيما يتعلق بكل الأمور الخاصة بالقوات الجوية الإسرائيلية. فده يعني استجواب تخصصي فني. الاستجواب التخصصي الفني ده هيطلع لنا كل اللي احنا عايزينه من نقاط الضعف في القوات اللي احنا بنحاربها، نقاط القوة في القوات اللي احنا بنحاربها، الكفاءة المعيارية للطائرات دي والكفاءة المعيارية للطيارين وقدرة الطيارين على القيام بطلعات تكرارية وأسلحة إلى آخره إلى آخره. بس أنا مش عاوز أشتتكم، لكن يعني دماغي مليانة، وسبحان الله يعني الواحد يعني الزهايمر لسه ما يعني مجموعة 73 مؤرخين مشكورين انهم لحقونا قبل ما نخرف يعني. استجواب الاسرى والخروج منهم باقصى قدر من المعلومات عن العدو وتمركزاته واعداد طائراته ونظام اجازاته، وكاننا كنا متعايشين معهم في قلب الاسراب بتاعتهم. الحقيقه طبعا كنا عندنا معلومات كامله، فترة الاستنزاف دي بقى عندنا معلومات كاملة عن العدو الجوي والبحري والبري مع التركيز على العدو الجوي. فكنا عارفين بقى أسماء القواعد والمطارات، واللي هنا في تمركز السرب الفلاني والسرب الفلاني، واللي قدرنا نستجوبهم من الأسرى السابقين أيام الاستنزاف، اللي هو نسيم اشكينازي واسحاق واسمه ايه ده جيورا جاكوب روم وخلافه. بقى عندنا يعني هيكل معلوماتي مخابراتي عن العدو الجوي. نوصل بقى الى 73 وما قبلها بقليل. يعني الخطه بتوضع على بناء على المعلومات المتوفره عن العدو، والابديتنج بتاعها بايه؟ بطلعات الاستطلاع الايه المستمره لمتابعه اوضاع العدو وتمركزات. ده احنا كنا من يوم من انتهاء القتال في 67 كنا بنطلع طائرات مي 4 هليكوبترات تطير على القناه ويشوفوا بيصوروا ويتابعوا تمركزات العدو، خندق حفر عمل دقشوم يعني عمل خرسانات عمل حجاره عمل المراحل السد. يمكن انتوا في المجموعه 73 مؤرخين زوروكوا خط بارليف او ما شابه، وشفتوا قد ايه كميه التحصينات الفظيعه في مراكز. ما اعرفش انتوا رحتوا زرتوا موقع تبت الشجرة ولا لا، اعتقد انكم زرتوه، فشفتوا حجم التحصينات ايه
قضبان السكه الحديد والدقشم يعني فيلم كبير جدا. فاحنا كنا متابعينه رقه برقه كل يوم على يعني على النهار كده من الصبح لغايه بالليل متابعين هم بيعملوا ايه. وعلى هذا الاساس وعلى كم المعلومات دي قدرنا نحط حاجات وصلتنا لان احنا نجحنا في حرب العزة والكرامة في 73. بدأت الحرب، طبعا انا كنت مع السيد اللواء طيار حسني مبارك قائد القوات الجوية، لصيق الصلة بي لان انا المعلومات يعني انا اللي معايا والمعلومات وما يتم ابديت يعني عمل لها ابديتنج للمعلومات حسب الموقف. يعني احنا في المركز 22، احنا في مركز قياده القوات الجويه الرئيسي، كنا في رمضان. دي لقطه مهمه يا شباب. دخل اللواء حسني مبارك قال له ايه احنا صايمين طبعا، قال نزلوا فطار هنا. فطار ايه؟ فطار فطرنا احنا في الوقت ده. دخلنا الحرب واحنا بنعمل وور جيم، مشروع قتال استراتيجي تعبوي استراتيجي، فمن خلاله احنا بنتبادل معلومات مش عارف ايه ايه. مكتوب كده في الجزئيه من اوراق المشروع، عند صدور الكلمة الكودية رعد تتحول القوات إلى أعمال القتال الحقيقية. رعد فطار إيه في إيه؟ ها؟ فطرنا كلنا تشيك آخر حاجة، الدنيا فلة الساعة 12، القادة والوحدات والتشكيلات كله فتح المظاريف بتاعته، مهمته ايه وبناء على المعلومات اصلها اعمل كذا 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 كذا. كان في الوقت ده رئيس الاستطلاع الجوي بتاعي كان اللواء طيار الله يرحمه اللواء طيار احمد فهمي كامل، راجل عاقل قوي وهادي وكول. اما كان رئيس او قائد لواء الاستطلاع الجوي في ذلك الوقت كان اللواء طيار سيد كامل عبد الوهاب، وكان اخوه لواء طيار حمزه كامل برضه بس كان في طائرات النقل. سيد كامل لم تشهد مصر ضابطا في انضباطه ووطنيته واخلاقه وعسكريته، يعني حاجة يعني الله يرحمه. وكوكبة الاستطلاع الجوي كلهم أشاوس يعني على مستوى السيد كامل وسامح، مع احترامي للرتب يعني، اللي هو طيار سامح عطية، اللي هو طيار ممدوح حشمت، اللي هو طيار محمد سيد حسن، اللي هو طيار أمين راضي، اللي هو طيار عادل الله يرحمه عادل، وبقيه الاسراب بتوع ومجدي شعراوي في ذلك الوقت مع احترامي لسياده الفريق اصبح قائد القوات الجويه فيما بعد، والبطل المغوار عبد الرحيم صدقي كان برضو من الناس الاشاوس يعني صراحه، وكان في اشرف شكري وكان في ناس كتيره قوي. عشان يعني في الفتره من اول ما خلاص بقى احنا تحولنا للعمليات الحقيقيه، شيل الخرائط بتاع المشروع حط خرائط العمليات الرئيسيه. اذا يا الحرب شعور انساني ما تفهموش هو ايه، هل فرحان هل متخوف هل الدنيا هيحصل حاجه، هل صحيح احنا يوم كيبور او يوم العبر يعني اليوم عيد الغفران واحنا عارفين اللي هيقابلنا كم طياره اللي هم اون ديوتي يعني، والدنيا في ثقه لكن في توتر وقلق. يا ترى الطيارات بتاعتنا دي
اللي هتعمل assembly line، يعني هتتجمع في نقط معينة ومنها تتوزع لأهدافها على ارتفاعات معينة في توقيتات معينة الدنيا دي هت ها. وزي ما قال كان السادات، قال ربنا يقوي حسن مبارك بقى عنده طيارات غربي وطيارات شرقي. وانتم معلش عاوز اقول لكم حاجة يا شباب، احنا كنا في مرحلة فسق شديدة، يعني معظم منهم واحد طيار اسمه بدر الدين محمد محمود، ده كان في مطار طنطا بيطير ميراج، والسادات في زياراته للقواعد شحذ الهمم وكذا كذا ومعاه حسن مبارك، وانا بالطبيعه لا يعني لازق في حسن مبارك عشان لو في اي حاجه معلومه فيه. ف السادات اتكلم كلمتين وربنا يقوي اللي هو حسني ومش عارف ايه وعندكم كذا وايه الموضوع والحكايه والفيلم. اي اسئله يا فندم؟ اي اسئله يا اولادي؟ في اي اسئله؟ وما احنا متنبه على الجميع، اي اسئله اي طلبات اي ما فيش. تمام يا فندم الموضوع خلاص ما فيش اي اسئله. راح قايم بدر الدين محمد محمود ده وهو عملاق طويل جدا يعني، وكان استغفر الله العظيم يعني كان فاسقا شديدا يعني وفجأة ما بين ظهور الجماعات الإسلامية في مصر اتقلب زي فرد الشراب. وللأسف الشديد يا شباب مش أي حد يحفظ له حديثين الله أعلم مدى صحتهم ولا آيتين قرآن بقى خلاص بقى شيخ ولا. فقام بدر الدين محمد محمود، أيوه يا فندم أنا الرائد الطيار بدر الدين محمد محمود من قوة السرب مش عارف ايه كذا بتاع ميراج قاعدة طنطا الجوية يا فندم، خير جهاد في سبيل الله كلمة حق في وجه حاكم ظالم. طبعا حسن مبارك كاد ان يجد صاروخا يحفر به وينزله في قاع الارض، وانا قاعد انا شاهد عيان على كل تفصيلات الحرب. السادات وهو كان معلم كبير أشعل غليونه بالكبريت إياه وراح مسقف. سقفنا الراجل حسن مبارك هيموت، الكباريهات والبتاع اللي في شارع الهرم والمش عارف ايه، واحنا اللي بقى احنا لازم الشعب برضه يحس باللي احنا فيه. لا كلام انا سقف حسن السادات وقال بقى يا بدر يا حبيبي يا ابني الدول يا ابني مش عارف ايه، انا مش هدوس على زرار غير سلوكيات شعب يا بدر مش عارف ايه، يا بدر ايه، يا بدر ايه. خلاص الموقف انفض وخلص. احنا في ساعتين قبل الساعه 2 كل ده اللي بيحصل بقى ده التوتر القلق اللي مش عارف ايه الايه الخرايط ده اللي بيشيله، يعني حركه دائبه. والمركز القياده الرئيسي بقى هو الكبير جدا قاعد فيه قائد القوات الجويه ومعاونوه فتره. اوكي صمت لاسلكي، لا تليفونات ولا بتاع، خلاص كل واحد عارف هيعمل ايه. جت الساعه 2 الناس كلها قاعده، انا شخصيا موقعي جنب حسني مبارك على شاشات كبيره جدا نتابع، انا بتابع اقول له التحليل العدو الجوي بيعمل ايه، الحدوته فيها ايه يعني. طيارات عدت
أول شهيد في ذلك الوقت الرائد زكريا كمال، وكان مدرسي، هو كان مدرس في الميك 17. وتاني شهيد عاطف السادات. شيء لا يقبله عقل ولا منطق بمقارنة القوة ونوعيات الطائرات والكفاءات المعيارية هنا وهنا، لا لا يمكن. احنا والخبراء السوفيتي ولا يقول لك مش عارف ايه الخسائر هتبقى كام في المية. ف الى ان وصلت الى هذا القدر المينيمايز من الخسائر، فنجاح كامل. واتضرب بقى طبعا، يعني كان فيه هارموني وتناغم بين اسلحه الجو المختلفه. طائرات القاذفات طلعت من بدري ومشيت في اتجاه مختلف غربا، وبعدين كان يقودها احمد صادق الجوهري الله يرحمه، وكان عزيزا علي جدا ومحترما جدا ووطنيا جدا وكفاءة عالية جدا. الحقيقة كانت الخطة معمولة على أن القاذفات هتطلع غربا وبعدين تاخد دي آر في البحر وترجع تطلق الصواريخ بتاعتها الكي اس. الصاروخ الكي اس يا شباب عبارة عن طيارة ميج 15 محملة بالديناميت وخلافه وبتطلق في اتجاه الهدف. فكان من ضمن الأهداف بتاعت يو 16 إنها تضرب محطة هبر المخشيب، اسمها كانت في هبر المخشيب دي بتاعت صلاة عقدة مواصلات والاتصالات اللاسلكية وسلكية ومركز إعاقة وشوشرة وتشويش. فضربوا بنجاح، واتضرب الهجمة أو الضربة الجوية المركزة ضربت شلت مطار المليز، وضربنا كذا موقع صواريخ والرادارات. أنا الحقيقة كان وأنا قاعد، أنا كان عندي أجهزة استطلاع لاسلكي، فعندي ضباط أو أنا ساعات أقعد أسمع، بنسمع على الهوا من غير حاجه، بنسمع هم بيعملوا ايه او ردود افعالهم ايه. فكان ردود افعال طبعا صادمه بالنسبه لهم جدا، والدنيا ابتدى يبقى فيه هارسنج ولا حد مين عارف مين، اي الدنيا خربانه يعني. وخليني اذكر لكم حاجه عن الاستطلاع اللاسلكي ده، بس ده بعد يعني في اثناء الحرب بقى، يعني بعد ما حصلت الثغره. الجزئيه دي هقولها وما اعرفش ده مكانها ولا لا، انما هقولها عشان ما انساهاش. قيمه الاستطلاع انك تشوف الجانب الاخر ده فيه ايه، انت عينيك، انت عينين القوات الجويه. الحقيقه بعد ما حصلت الثغره، ودي قصة كان للاستطلاع الجوي فيها دور مهم جدا، الطيار اللي هو طيار ممدوح حشمة تصور على المحور الأوسط كوبري عبور كوبري. فلما جينا بنقول قيادات يعني ده كوبري والصورة اهي، قال لك كوبري ايه انت اهبل، ايه كوبري يعني حاطه في وسط الصحراء يا فندم، ده كوبري مجرور على عجل، يعني هيحط له راس اي مقطوره، راس العربيه نقل ويجره هيبقى في اي اتجاه. فاحنا ما كانش لسه حصلت الثغره، فاحنا نخشى انه يبقى فيه يعني كذا، يعني كذا ساعه كانت قبل الثغره بمراحل يعني. وقدر الله ما شاء فعل، يعني كان ممكن يبقى فيه تدخل مبكر يعني، لكن اللي حصل كمسؤول عن المعلومات فكان دوري ومكاني جنب قائد القوات الجوية ومده بالمستحدث من المعلومات دون المرور على قائد بتاعي. القائد بتاعي قاعد، بس أنا اللي قاعد يعني على الأجهزة وبسمع وبشوف وبقول عشان الوقت ما يبقاش فيه يعني
اسمها ايه، بقاش في ويست اوف تايم يعني. ف الحرب قامت، انا قاعد بتابع النشاط الجوي الاسرائيلي. ها هما ايه قبل الحرب يعني ايه مرحله التوتر قبل البتاع ايه، ما فيش فندم مع اي نشاط جوي غير عادي، وما فيش، بس كان في مظله واحده للعدو في قرب مطار مش عارف المليز، ودلوقتي ما فيش طيران. تمام. دلوقتي ما فيش يا فندم، الامور عاديه جدا وطبيعيه جدا، والدنيا مشيت يعني. حرب خلاص، الضربه الجويه نجحت، حصل برجاس ولخبطه، قوات الصاعقة عدت، قوات فتح الثغرات عدت. يا شباب، كان فيه قنابل نابالم محطوطة على القناة، يعني كانوا عاملينها عشان لو حسوا بعبور القوات يولعوا فيها، يخلوا المية نار. طلعت مجموعات صاعقة يا شباب، شباب برضو في سنكم كده، دخلوا سدوا المواسير بمواد مدروسة مرة واثنين وثلاثة. الاستطلاع دوره أثناء المرحلة التحضيرية للحرب مهم جدا، بيشوف ايه والدنيا ايه واخر السيتويشن ايه. بقيام الحرب ما بيبقاش فيه استطلاع بقى، بيبقى فيه حاجة اسمها استطلاع نتائج الضرب. الطيارات بتخش تشوف الطيارات المقاتلة اللي قصفت المواقع دي حققت قد ايه، وحققت ايه خسائر قد ايه، ونسبة اللي حققته كذا وكذا وكذا. وعلى ضوءه، لانه كان فيه في التشكيلات الجوية، في كل الطيارات انت عارف وحدة القتال في التشكيل الجوي 4 طيارات، فينجر فور بيسموه. فكان بيبقى الطيارة نمرة 4 فيها كاميرا متعلقة في الديل، تصور نتائج الضرب المباشر دلوقتي. أما الاستطلاع المتخصص بقى بالتصوير وحاجة احترافية، فكان بعد الحرب تطلع تشوف نتائج الطيارات اللي ضربت دي عملت إيه، كسرت إيه، فاضل إيه إلى آخره. بس توالت بقى واحنا قاعدين البلاغات، احنا بنسمع مش عارف احنا بنتهاجم ايه، عبر المخشيب ايه، مركز القياده والسيطره خرج اوت اوف اوردر، خلاص بقى مبقاش شغال، والدنيا خربان. طبعا يعني الواحد دلوقتي بعد السن ده وبعد القراءات وبعد الحدوته نقول ايه؟ يا هو ليه حرب اكتوبر؟ ما الدنيا كانت هاديه خالص والاخر روقان، وهم بيستحموا في القناه واحنا بنشتمهم وهم بيشتمونا، والدنيا ما فيش يعني ما فيش تبادل الا حالات فرديه. فكانت الحرب، وما كانش الحرب يعني ان احنا كسرنا يبقى هنخش لغايه تل ابيب، لا طبعا كلها لها حسابات. الحرب كانت نوصل لخط معين على 15 20 كيلو نحرك بيه القضيه، يقوموا على المجتمع الغربي ولا الدنيا يوقفوا القتال. طب يا جماعه، طب ايه الموضوع، نخش، لانه ما فيش دوله بتحل مشكلتها كامله مع الحرب. في الحرب يعني ما فيش دوله بتحل مشكله مثلا اوكرانيا وروسيا، الحرب مش هتتحل، المسألة مش هتتحل بالحرب الكاملة. العضو بينتصر انتصار ساحق يقضي على التاني، مش ممكن. فكانت الحركة دي عشان نحرك القضية، وبالفعل ده اللي حصل. ولما السادات حس بقى ان احنا لنا قدرات محدودة، والامريكان ابتدوا يخشوا في اللعبة، اما الحاجات التي لا تنسى هي الصريخ بقى، القادة الإسرائيليين، مش العساكر ولا الضباط، القادة الإسرائيليين، والموضوع هارسنج مين بيع ايه يعني، الدنيا خربانة. حتى
يعني وصلت بلغات يعني من ان جولدا مائير كانت رئيسة وزراء اسرائيل في ذلك الوقت، وست فظيعة يعني قوية جدا، يعني كده بس انهارت خالص يعني. موشي ديان نفس الكلام، وتوالت بقى انت عارف يعني حاجه مش متوقعه، ومش لدرجه 100% يعني، ان هم عندهم برضو فكره ان احنا هنعمل اعمال هجوميه يعني. ما علينا بقى الجزئيه دي، نخش بقى في الموضوع الاساسي اللي هو الاستجواب الاسري.